السوريون أدركوا أن ثمن الحرية لن يكون سهلا. يعني أنا صح ابتليت بس بلاقي صغير. فقدموا في سبيلها الشهداء والأسرى والجرحى. طوابوني بإيدي طلقة متفجرة. جرح الثورة السورية لا ينبغي أن نتركهم وحيدين، فجراحهم تصيح بنا كل حين وتزداد معاناتهم في غيمة التجاهل والنسيان. ضيوفنا ثوار وأطفال ومدنيون. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله هالشيء ما بيزيدنا إلا عزيمة وإصرار لتحرير البلد. نستمع إلى حديث جراحهم وتضحياتهم، فقد نرسم بسمة تمسح بعض آلامهم. أطيب وأرجع للصفوف المجاهدين. بسمة ألم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد أبو علي من ريف إدليب. كنت إنسان بسيط، يعني أطلع وفوت مثل كل هالعالم، أطلع نشتغل في الغربي مثلا في لبنان أو في الشام أو في داكي. فالأوضاع هاي حطوا حواجز كتير للأمن والجيش يعني وقت نجي على الطريق يعيقونا كتير بشكل عام، يعني يهونونا، ونحن بلدنا بلد خير، يعني ما لازم نطلع لبرا أو ننهان مشان ولا لقمة العيش. يعني في عنا أبار نفط، في عنا ثروات أرضية، كل شيء. ومع هيك الدولة كلها إخدتها. أنا عم بشوف من جمال دانو وفوق هيك خيو بيجوك ضرايب وما ضرايب ومن هالحكي هادي. يعني الشيء اللي عم نشتغل فيه ما نعمل لاحق لهم، كل أملاكنا ما نعمل لاحق إنه للدولة ولا هيك. فقامت الثورة في بدايتها مظاهرات سلمية، طلع مظاهرات على المعرة وغير المعرة. اول مره تاني مره قام الامن صار يضربنا في الهروانات، يمسكوا الوحي يضلوا يرقوا يضلوا يرقوا لموتوا وياخذوا معهم. ايش يصير معهم ما نعرف. قام في البدايه صارت المعويه هيك المقتدر انه يشتري البارودي بالخفي يخبيها معه ونطلع على مظاهره انه يا الامن ترى نحن معنا سلاح، ما انتم معكم سلاح نحن ما معنا، انتم معكم نحن معنا، نحن بدنا نضربكم انتم بدكم تضربونا، لا تقربوا علينا ونقرب عليكم. ما ردوا على الحكي هذا بالطول، يضربوا بسلاح وبسيل وغازات مسيل للدموع، يشتى انواع السلاح مثل لك ما انك شايف طيران وصواريخ وراجمات في اشو عندن عم يضربوا الشعب. فطلعنا هيك انه لازم ما نموت مثلا تحت الانقاض، تحت البيوت، تحت الدنيا، تحت الاول، تحت التالي، نطلع لعندهم. خي نحن ما نروح لعندهم، لا موتونا لا موتون، نرتاح من الوضع بشكل عام. يعني خيو نستشهد في سبيل الله. وانا واحد يعني كنت في عام مثل ذاك يا عمي ما اعرف شيء بالطول، لا عن جهاد لا عن شيء. فتطلعت على الامور الدينيه وما امور الدينيه. يعني في الجاهليه كنا ما يستجروا، اذا بدي يصلي يقول حيطان الى دانات من الامن ومن المخابرات. طلعنا والحمد لله على امور كثير، شفنا الشهاده في سبيل الله اقوى شيء في العالم، وهم كانوا يدرسونا انه الشهاده ما في اقوى منا. فحبينا نطلع انه في سبيل الله او رب العالمين يبتلينا بشغله مثلا يصيبنا، والحمد لله الحمد لله رب العالمين استجاب لدعائنا وصابني وبلاني. الحمد لله انا صابر على البلاء، وما فكرت ليوم هيك في ساعه اني متندم اني طلعت او انقصت اجري ما بقى اقدر، صرت عاجز على عكازات. لا لا لا، هاي امور كلياتها بوجهها لك كل شيء مصاب. الحاله النفسيه بس حط املك في رب العالمين بتلاقي امورك تمام والحمد لله. بتلاقي وضعي انا يعني اول ما صبت صحيح هيك اشمئزيت شوي انه مثلا صرت عاجز او ما بقى اقدر جهد في سبيل الله، او يعني رب العالمين ما مريد جهادي قعدني. بس في الاخير طلعت لا رب العالمين بلاك مشان يصير عندك شيء في الجنة هلق اثبات انك انت خيو كنت جاي في سبيل الله، عندك اثبات، عندك موني مثل ما بنقول نحن في العامية. وجهها الى كل شيء مصاب، وخص نص اللي فقد شيء من اجزاء من اعضاء جسمه، وان شاء الله من كفه بعد ما طيب ان شاء الله. ما بقى اقدر اقتحم، كنت اقتحم هلق ما بقى اقدر اقتحم، يعني ما بقى اقدر اركض مثل ما كنت اركض في القبل، مثل يوم صار معنا بالصوامع. يعني اقتحمنا والحمد لله وكنت من اوائل الاقتحاميين. رب العالمين راضي بليني، فطق علي لغم فردي والحمد لله رب العالمين. يعني ما غميت ولا لساني وحدي، حبيتك فضول اني اشوف اجري، فطق علي اللغم ما بقى استجري مثلا قول مثلا اجري راحت او شيء، لا في العكس فكر روح رياضي مسكت هيك الضوء وطيت على اجري وقلت الحمد لله رب العالمين. في عالم اجت اسعفونا كثر الله خيرون، وجينا على المستشفى لقينا كثير مصابين، وقت طلعنا على مصابين على البلاء غيرنا هانت علينا بلاءنا. قلنا يعني هاي قليل انه في سبيل الله، هاي
لك على العالم مثلا محروقه، هاي طايره جريها كلها، هاي طايره ايديها، هاي قوسي في راسها. يعني انا صح ابتليت بس بلاقي صغير، فباذن الله بس طيب جرحي بدي ارجع ابتلي مرة الاخرى ان شاء الله. رب العالمين يتقبلني في 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 شتى الوسائل اني يصير في سبيل الله وادخل الجنه. يعني هاي اهم شيء في الدنيا، الدنيا ما هي فايتني بشيء بطول. ان شاء الله عمل الاخره يكون هذا العمل كليته للاخره. إصابي هاي رب العالمين بلاك، وانت طالع مشان رب العالمين يبليك او يفضلك عن غير عالم مثلا قاعدي او ما بتطلع ما بتضل جهد في سبيل الله. هذا الشعور بحمس كثير شباب قاعدي من السلالة. ليك افلام رب العالمين بلا صار عنده شيء بتجني، ليش انا ما عندي شيء بتجني؟ هذا بحمس الشباب. وبدي رساله للشباب القياديين انه كلهم اللي بيقدر يشيل سلاح يطلع، لا يقصر فيها السيف يبطل، لانه الحياه الدنيا فاضي ما فيها شيء بطول. واللي صاب لا يقعد انه خلص انا قعدت وما بعرف ايش بطيب، ورجع كفي جهادك في سبيل الله. يعني جهادك مثلا رب العالمين بلا قطع لك اجرك، لا تقول والله ما بقى اقدر امشي تصير عندك حجي، لا 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 تمشي، بكره تركب لك دفي تطلع لك دفي وامشي عليها، مو اجر اصطناعي. حد دفي اللي ركبوا لك اجر اصطناعي، حد دفي وامشي عليها، اطلع في سبيل الله. يعني سبيل الله اقوى شيء في كل هالدنيا والاخره. انا بجي رساله لكل الامات، يعني اذا نحن ما طلعنا هنا بده يجونا، يعني بده يقتلونا قدام عينيك. لا في العكس، شجع ابني خليه يطلع ويقابل العدو في ساحات المعارك احسن ما اجي يهينه ويهينك قدامه، لانه هن انجاس ما بيوفروا لا ام لا اخت لا شيء. لكل اب كمان، يعني الاب بكون صحيح صامد بس قلبه حنون. انت بس قول لابنك يا ابني اطلع في سبيل الله، بيحرق الاخضر واليابس، كل اوروبا ما بيسال عليها. ما تشج تخوفوا انه يا ابني بيقتلوك، انه بيضربوك، انه ما بعرف شو، لا لا هاي 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 حالي هنا بدهم يجوا. اذا نحن ضلينا قاعدين بدهم يجوا يفوتوا وينجسوا في بلادنا. بقى بوجه رساله للاب والام، اهم شيء انه نشجعوا اولادهم، ما انه يخوفوهم، يشجعوهم على هالمعارك، وان شاء الله يكونوا اشبال في سبيل الله. السوريون ادركوا ان ثمن الحريه لن يكون سهلا. يعني انا صح ابتليت بس بلاقي صغير. فقدموا في سبيلها الشهداء والاسرى والجرحى. طوابوني بايدي طلقه متفجره. جرحى الثوره السوريه لا ينبغي ان نتركهم وحيدين، فجراحهم تصيح بنا كل حين وتزداد معاناتهم في غيمه التجاهل والنسيان. ضيوفنا ثوار واطفال ومدنيون. الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله هالشيء ما بيزيدنا الا عزيمه واصرار لتحرير البلد. نستمع الى حديث جراحهم وتضحياتهم، فقد نرسم بسمه تمسح بعض الامهم. اطيب وارجع للصفوف المجاهدين. بسمه الم.